بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بالفيديو رقم 3، برضو 11 سؤال، من سؤال 23 إلى 33 على موضوع السكشن 3 كوز أوف فريم ورك، بمعنى كوميتي أوف سبونسرينج أورجنايزيشن، اللجنة الخاصة بالمراقبة على الرقابة الداخلية في الشركات، المؤسسات، المنظمات. فريم ورك بمعنى نطاق. إذا هذه اللجنة وضعت نطاق لنظام رقابة داخلي على كل الشركات بالأحجام المختلفة وكل الأنشطة، داش internal control for data governance، نظام رقابة للحوكمة تبعت البيانات، لتوجيه البيانات بالشكل المناسب، لحماية البيانات، لتنظيم البيانات، إلى آخر الكلام كثير. طبعا الإنسان بعد ما يمر على اللي هي study unit 15 بيكون الفكرة بشكل متكامل، يشوف كل الفيديوهات، يقرأ المادة النظري اللي شرحناها already قبل كذا شهر. عنوان اليونت 15 Information Systems، أنظمة المعلومات and Data Governance، حوكمة البيانات. وخلينا نبدأ بالسؤال 23. هاي سؤال 23. According to the COSO Internal Control Integrated Framework، زي ما قلنا بالأمس بفيديو سابق أنه الـ FASB Financial Accounting Standard Board أوجدت الجاب Generally Accepted Accounting Principle، المبادئ المقبولة قبولا عاما والمتعارف عليها الأمريكية. نفس الإشي هذه اللي هي لجنة الكوزو اللي هي Committee of Sponsoring Organization أوجدت نظام Internal Control Integrated Framework، بمعنى متكامل، نطاق متكامل، كل الإدارات مرتبطة مع بعضها البعض، كل الأنشطة في الشركة. Which of the following terms، أي من المصطلحات التالية، هذول المصطلحات، refers to the determination، refers to، تشير إلى تقدير، that internal control components، إنه عناصر الـ internal control and relevant، هاي الـ internal control components، هاي الـ components، control environment، risk assessment، control activities، information and communication، monitoring، هذه طبعا مشروحة بالمادة النظري، components and relevant principles، and relevant principles اللي هي المبادئ، هيها principles include establish responsibilities، maintain records، ensure assets by bonding key employees، يعني التأمين على الموظفين الرئيسيين خوفا من الاختلاس أو كذا، segregate of duties، فصل المسؤوليات، mandatory employees rotation، لازم تغيير الموظفين من مواقعهم، split related party responsibility، use technological controls، and perform regular independent reviews. إذا هذولا اللي هم related principles، okay، exist in the design and implementation of internal control، لازم يكونوا موجودين في عملية الديزاين والimplementation of internal control. هايهم، ايوه، هو هيا، شوفوا، present and functioning، يجب ان يكون نظام الرقابة الداخلية زائد principles، العناصر تبعت نظام الرقابة الداخلية والobjectives والprinciples، لازم يكونوا موجودين و functioning، شغالين، implementation يعني في implementation، يعني في فعل، يعني في تفعيل، يعني في تنشيط، يعني في تركيز عليهم، اوكي، functioning، يعملوا يعني، اوكي. اذا في present، في efficient، في functioning، and في operating together. طبعا في present وفي functioning، هيها present and functioning، هاي present and functioning. طيب اذا ما هو الجواب المناسب؟ اذا بقول هون exist in the design of implementation of internal control، طبعا بالتاكيد يا بنختار present يا بنختار functioning. اذا which of the following terms، اي من المصطلحات التاليه الاربعه، refers to the determination that internal control components and relevant principles exist in the design، معناته present،
موجوده بالديزاين تبع ليش الانترنال كنترول الكومبوننتس والاوبجكتيفز، وطبعا هنا الانتيتي ستراكشر هي مرت علينا بالفيديوهات السابقه، وهذه كمان اللي هي البرنسبلز. اذا يجب ان يكونوا حاضرين موجودين، اوكي بريزنت. اي اذا الجواب عندنا ايه لهكذا سؤال، اكزيست معناته بريزنت، موجوده موجوده. طيب اذا الجواب عندنا ايه لسؤال 23، هذه ايه ان افكتيف سيستم اوف انترنال كنترول. طبعا الانترنال كنترول لازم يكون افكتيف، يعني يوصل الشركه الى ايه تحقيق الاهداف تبعتها. Requires that each of the five components، هذول هم الفايف كومبوننتس قريناهم، control environment, risk assessment, control activities, information and بدك تحفظهم communication and monitoring. Five components of internal control and the relevant principles. Relevant principles اللي حكينا عنهم قبل شوية هيهم relevant principles. اوكي مش ضروري نرجع لهم، هيهم هاي relevant principles، المبادئ اللي لها علاقة بهالموضوع. Establish responsibility, maintain records, ensure assets by bonding key employees, segregate of duties, mandatory employees rotation إلى آخره. تمام؟ Is present and functioning. هي present and functioning. Present معناها exist. Refers to whether the components and relevant principle exist. فاربطوهن مع بعض. Present معناها exist. In the design يعني موجودة and implementation of internal control system. إذا يجب أن تكون موجودة في الديزاين ويجب أن تكون مفعلة الـ implementation تعني function. إذا exist معناها present. إذا الجواب عندنا إيه لسؤال 23. 24 according to the COSO internal control integrated framework، حسب نطاق framework معناها الـ internal control integrated. integrated معناها الموحد، معناها كل الادارات تؤثر ببعضها البعض، مرتبطه ببعضها البعض. اوكي هذا هو الانتجريتد فريم ورك internal control. which of the following terms، اي من الشروط التاليه refers to the determination that internal control components and relevant principles. نفس القصه principles، هيها البرنسبلز سوري مش هي principles، هيها اللي شفناها قبل شوي. هاي and relevant principles continue to exist يعني functioning in the operation of internal control system. في exist معناته present، وفي continue to exist معناته functioning. اوكي اذا الجواب عندنا functioning، بين present موجوده بس functioning. الجواب عندنا بي لهكذا سؤال، اذا الجواب عندنا بي لسؤال 24 هذه بي. An effective system of internal control requires that each of the five components of internal control. The five components of internal control هي اوكي هيها هيها هي الفايف كومبوننتس اوف انترنال كنترول هيها and the relevant principles. relevant principles هيها المبادئ ذات العلاقة بهالموضوع بالكومبوننتس. بدك برضو البرنسبلز تحفظها، دير بالك عليها، هيها relevant principles. is present and functioning، هيها present and functioning. present موجودة exist، و functioning continue to exist. functioning refers to whether the components and relevant principles continue to exist in the cooperation of an internal control system. كلام واضح. اوكي اللي بعديها، اذا الجواب عندنا 24 بي.
25 according to the COSO internal control integrated framework. نفس الكلام اللي هي الكوميتيف سبونسرنج اورجانيزيشن، نظام الرقابه الداخلي، انتجريتد فريم ورك الموحد، انتجريتد سيستم شو معناته؟ كل المودلز موصوله بعضها البعض. انتجريتد فريم ورك معناه كل الادارات، كل نظام، كل اداره فيها نظام رقابه داخلي لكنه مربوط بالادارات الاخرى بحيث انه يظهر تاثيره ووجوده في الادارات الاخرى. Which of the following terms يعني مثلا، بس بتعطي مثال انه والله بدنا نشتري بضاعة من سبلاير، بدنا ندخل هذه البضاعة من هالسبلاير، لازم يكون اسم السبلاير موجود في الماستر داتا. اذا دخلت وفتحت لي خانة السبلاير بقول له والله الرقم كذا، بقول لي مش موجود، لازم تكون موجودة مدخلة في السبلاير في الماستر داتا. اذا بعمل اتصالات يا جماعة دخلوا لي السبلاير الفلاني، مش موجود في هذا قصده integrated system or integrated framework. Refers to the determination that all internal control components collectively reduce all internal control components هذول بشكل جماعي reduce the risk of not achieving an objective to an acceptable level. بمعنى انه لازم كلهم مع بعضهم البعض يحققوا الأهداف. reduce the risk يعني بيخففوا مع بعضهم البعض، كلهم مع بعضهم بيخففوا خطر عدم إنجاز الأهداف. كلام منطقي. to an acceptable level إلى المستوى المقبول. إذا ما هي؟ present operating together adequate functioning. ما في غير operating together. يعني هذول كلهم control environment لازم يكون في بشر بالشركة مسؤولين مواصفات معينة. risk assessment تقييم الخطر، control activities الرقابة بالشركة، information تصل المعلومة، وcommunication تصل للشخص المعني، monitoring معناته المراقبة بعد إنجاز أمر معين، يعني إيش بيسموه what we have achieved against what we must achieve. أوكي؟ إذا هذول كلهم مع بعض لازم يحققوا إنجاز الأهداف وخطر عدم تحقيق لازم يقضوا أو يقللوا خطر عدم تحقيق الأهداف إلى المستوى المطلوب. يقللوا الخطر of not achieving objectives to an acceptable level للمستوى المطلوب. إذا الجواب عندنا ب operating together مع بعضهم البعض. يعني ما تركز لي على هاي لحالها وتترك هاي، ما تركز على هاي وهاي تترك هاي، كله مع بعضه. إذا الجواب عندنا ب لسؤال 25 هذه ب. An effective system of internal control requires. هذا نظام الانترنال كنترول لازم يكون effective. Effective يعني يحقق أهداف الشركة. يتطلب that each of the five components هذول خمسة of internal control نظام الرقابة الداخلية and the relevant principles is present. Relevant principles هيها كلهم موجودين. هاي relevant principles يعني الله أعلم كديش بنتعب حتى نحط المعلومات هاي. Is present and functioning. هيا present and functioning. The five components should operate together. الفايف components لازم يعملوا مع بعض. In an integrated manner. بطريقة تؤثر على بعضهم البعض. Operating together refers to whether all five components collectively مع بعضهم البعض. نتائج انه كونهم مع بعضهم البعض راح يقلل reduce the risk. يقلل الخطر of not achieving the objectives. An objective of the to the acceptable level. يعني الخمسة هذول مع بعضهم البعض بيقللوا خطر تعرض الشركة إنها ما تحقق أهدافها، فبيقللوا الخطر إلى المستوى المقبول. يعني ما في خطر بيروح نهائيا completely eliminated، مستحيل في خطر، لكن إلى المستوى المقبول قابل للتحمل. إذا الجواب عندنا ب لسؤال 25. سؤال 26 according to the نفس القصة COSO internal control integrated framework an effective internal control system requires شو بتطلب internal control components collectively eliminate the risk of not achieving an objective. ما في eliminate reduce. تمام مرت علينا قبل شوي. إذا إيه غلط؟ Each of the internal control components هذول 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 هم هذول
and corresponding objectives, وهاي الأهداف is present and functioning. هيها present and functioning. طيب and يعني الصياغة بحكي عن corresponding objectives to be achieved. بس يعني خلينا نشوف يعني بي تشمل الكلمات هاي present and functioning. بس بقول هون إنه البريزنت يعني لازم تكون كلهم موجودين وفانكشنينج لازم يكون كلهم شغالين. خلينا نشوف سي ايتش اوف انترنال كنترول كومبوننتس از اوبريتنج اندبندنتلي. لا كولكتيفلي هذول الخمسه لازم يشتغلوا كولكتيفلي مع بعض. طيب بشكل جماعي ايتش اوف انترنال كنترول كومبوننتس اند ريليفنت برينسيبل از بريزنت اند ريليفنت. شوفون اوبجكتيف از بريزنت اند فانكشنينج. لا اند ريليفنت برينسيبلز اللي هي هاي ريليفنت برينسيبلز هاي relevant principles. اوكي اذا شو معناته؟ معناته and relevant principle is present and functioning yes. معناته الجواب عندنا دي للسؤال هذا. اذا بنركز على الخمسة components and relevant principles اللي احنا شفناها قبل شوي. عيدها اكتبها احفظها زي ما بدك. وانت راكب بالسيارة عيد فيها. Establish responsibilities, maintain records, ensure assets by bonding. Bonding يعني انك تأمن على الموظفين خوفا ما يسرقوا ما يختلسوا ما يخطئوا ما كذا. Segregate of duties زي البنوك الكاشيرز مأمن عليهم فيما لو خطأ او صرفوا مبلغ بالخطأ او تم اختلاس مبلغ من او هم نفسهم اختلسوا او كذا. Mandatory employee rotation تغيير الموظفين. split related party responsibility بمعنى شو؟ related party يعني الطرف الآخر. موظف عندنا شركة وفي موظف آخر في شركة أخرى فيها موظف قريبنا ابن عمنا أو إحنا مساهمين فيها، فيجب أن إيش؟ أن نفصل عن هذا أو يجب أن نبتعد عن ال conflict of interest. use technological controls رقابة من خلال التكنولوجيا الاتصالات والنت. اوكي طيب والبيرفورم ريجولار اندبندنت ريفيوز. الشركه يجب ان تكون بشكل مستقل. اذا وكمان قضيه اندبندنت ريفيوز يعني اذا المدقق الخارجي بده يدقق بده يكون حيادي ما لهوش مصالح في الشركه الى اخره. كل الامور هاي يجب ان تكون مجتمعه اللي هي ايش البرنسبلز. طيب إذا يا سيدي خليني أحطها على جنب. أوكي وبالتالي الجواب عندنا دي لسؤال 26. هذه دي according to the COSO internal control integrated framework an effective internal control system requires that each of the five components of internal control خمسة and the relevant principles هيها is present and functioning. present موجودة وشغالة. the five components should operate together in an integrated manner. إذا لازم يشتغلوا مع بعض وبيأثروا على بعض ومتداخلين مع بعض. اوكي طيب إذا سؤال 26 دي. سؤال 27 ما أدري يبدو لي ما أدري هذه 27 26. بالله خلينا نرجع لفوق. أوكي 27 برجع لها يمكن أحتاج إني أرجع لها. The use of judgment is required when designing, implementing and conducting internal control. يعني هذه معلومة إضافية للمعلومة اللي مرت علينا قبل شوية إنه كيف بينا نصمم الانترنال كنترول لابد ما نستخدم منطق الججمنت يعني المسؤولين المعروف اللي بيعرفوا قضية الانترنال كنترول المسؤولين الانترنال اوديتر المانجمنت الشركات الاستشارية لازم يعملوا ديزاين. طبعا المسؤولة عن الديزاين تبع الانترنال كنترول هي الإدارة. design implementing and conducting the internal control implementing يعني إنجاز conducting يعني برضو إنه يعني كيف يتم توجيه الانترنال كنترول ومراقبته والاهتمام به و بحيث انه يحقق الاهداف. يعني ما ادري بلاش بشرب الصفحه هاي خليها كويسه مفيده. اوكي بنروح على السؤال معناته 27. which of the following parties is among the three lines
اوف ديفنس. يعني في عندنا بالشركه 3 لاينز اوف ديفنس فور افكتيف مانجمنت اوف ريسك اند كنترول ان اورجانيزيشن. يعني ان الاداره تكون effective للتعامل مع الخطر، بمعنى تقليل الخطر وتعريف الخطر وتحديد الخطر وتجنب الخطر and control in organization، والرقابة على إيش؟ على أعمال الشركة ونشاطات الشركة. إذا في عندنا أنا حاططها هون three lines of defense، okay of defense for effective management of risk and control in an organization. هيا for effective management of risk and control. The first line of defense اللي هي operational management، زي مدير الانتاج، زي المدير المالي، زي مدير شؤون الموظفين. It develops and implements control and risk management process. كل واحد مسؤول عن الكنترول تبعه، كل واحد بحط نظام الرقابة الداخلية تبعته ويتابع الأخطار التي تتعرض لها إدارته، بسموها الريسك أونرز، هذول الجماعة. هذا الفيرست لاين. السكند لاين اوف ديفنس بزنس انيبلينج فانكشن سبيشالايزد سكيلز ريسبونسبل فور ذا اونجوينج مونيتورينج اوف كنترول اند ريسك. يعني بمعنى انه هناك جهات بسموها هون وظيفة تمكين الأعمال، هناك جهات متخصصة في قضية انه الاستمرارية في الرقابة على نظام الرقابة الداخلية and risk such as compliance function and risk management function. risk management التعامل مع الريسك، وكذلك الالتزام الكومبلينس يعني الالتزام بتطبيق النظام الموجود في الشركة. هذه السكند لاين. الثيرد لاين internal auditor اللي هو المدقق الداخلي، provide assurance يؤكد او يقدم تأكيد about the effectiveness فعالية الرقابة. أكيد الانترنال اوديتر دائما تابع للاوديت كوميتي، وتابع كذلك إلى مين؟ إلى البورد اوف دايركتورز، مسؤول عن إنه نظام الرقابة الداخلي سيوصل الشركة إلى تحقيق أهدافها effectiveness of control. evaluate the adequacy and effectiveness of end control. كمان يقيم إنه نظام الرقابة الداخلي في كل إدارة من الإدارات مناسب ولا مش مناسب، لأنه هو تابع لمين؟ للأوديت كوميتي، وبالتالي للبورد اوف دايركتورز، وهو غير مسؤول امام السي اي او، خوفا ما يصير في تلاعب وضغوطات عليه. ان ريسبوندينج تو ريسك، كيف يتعامل مع المخاطر التي تعرض لها الشركه والادارات المختلفه. ان ذا انتيتيز اوفر سايت، مين اللي بيعمل اوفر سايت؟ البورد اوف دايركتور. من يمثله؟ الاوديت كوميتي. من يمثلها؟ انترنال اوديتر. اوبريشنز تشغيل اند انفورميشن سيستم، انظمه المعلومات. تمام؟ إذا نرجع بنقول ما هو الجواب. Is among which of the following is among the three lines of defense. Three lines هيهم. هلا مين هو؟ السينيور مانجمنت، هل هي بيناتهم؟ الاكسترنال اوديتر، البورد اوف دايركتورز، الانترنال، هاي الانترنال اوديتر. هاي انترنال اوديتر. اوكي هذا اسمه الثيرد لاين، مسؤول عن الثيرد لاين اوف ديفنس. فيرست لاين اوبريشنال، السكند لاين اللي هي الانيبلينج فانكشنز اللي هي ايش بيسموها، اللي هي سبيشالايز سكيلز، يعني ناس متخصصين ريسبونسبل فور اونجوينج مونيتورينج اوف كنترول اند سوتش از كومبلينس فانكشن اند ريسك مانجمنت فانكشن. يعني هناك بيسموها اداره المخاطر بالشركه، وين ما في احتمال يكون في خطر معين عم بتنبه له. اوكي طيب، اذا ما في عندي غير هذا، انترنال اوديتر، بورد مش موجود، اكسترنال اوديتر مش موجود، سينيور مانجمنت مش موجودين هون. اذا عندنا دي الجواب ل 27، هذه دي. The three lines of defense are operational management، هاي هال operational management اللي هي الفيرست لاين، هاي الفيرست لاين. بزنس انيبلينج معناها بزنس انيبلينج فانكشنز، يعني انه ادارات وظائف تساعد البزنس على القيام بمهامه، هي بزنس انيبلينج فانكشن اللي هي ايش؟ الاوبريشنال، تساعد الاداره على انجاز اعمالها. السكند لاين سوري الاوبريشنال مانجمنت فيرست لاين، هي الاوبريشنال مانجمنت. البزنس انيبلينج فانكشن، هي البزنس انيبلينج فانكشن اللي هي السكند لاين، هي سكند لاين. and internal auditor اللي هي الثيرد لاين، هي الثيرد لاين internal auditor. عاد شو جوا؟ احنا قريناها قبل شوي. compliance function are business enabling function، هي الكومبلينس فانكشن تابعه للبزنس
enabling function. حلو. Which are the second line, هيها second line, هيها second line of defense for effective management of risk and control. ها effective management of risk and control. هيها risk and control. Control and risk. طيب اذا بس بدك انت تحفظ هذولا تحطهم على جنب تلخصهم، انا لخصتهم زي زيك اوكي، وبالتالي بدك تجاوب بشكل مناسب. اذا الانترنال اوديتورز دي سؤال 27 دي. سؤال 28 which of the following parties is among the three lines، نفس القصه three lines of defense for effective management of risk and control in an operation. يعني كانوا في ثلاث جبهات، كل جبهة مسؤولة عن نشاط معين للدفاع عن الشركة ولمساعدة الشركة لتحقيق أهدافها في قضايا الانترنال كنترول. Of defense for effective management of risk and control and organization. Among audit committee مش موجودة هون. Regulators مش موجودة هون. Outsource service providers مش موجودة هون. Compliance موجودة. هي الـ compliance function. إذا second line. كومبلينس معناته الجواب عندنا دي. بس بدك تكون حافظهم، عاد الله بعيد بدك تحفظ في بعض الامور، بدك تحفظها تتذكرها. اذا الجواب عندنا دي، هي هدي. The three lines of defense are operational management، هي الاوبريشنال مانجمنت الفيرست لاين. Business enabling function، هي business enabling function السكند لاين، هي السكند لاين. And internal auditors third line، internal auditors third line. Compliance function are business enabling function. هاي الكومبلينس are business enabling function. الالتزام بالقوانين هو عبارة عن مساعدة البزنس للالتزام لتحقيق الأهداف. Which are the second line. هاي ها second line. بزيدك معلومة. وهي أنا حاط لك هون. Such as compliance function. A line of defense for effective management of risk and control. حتى تصل الشركة إلى تحقيق أهدافها من خلال وجود نظام رقابة داخلي والرقابة على أعمال الشركة، كل حسب اختصاصه وتخصصه. زي ما قلنا بالريسك أونر، شؤون الموظفين عنده ريسك، هو ريسك أونر مدير شؤون الموظفين. مدير الإنتاج عنده ريسك، هو ريسك أونر. مدير التوزيع، مدير المشتريات، مدير إلى آخره. إذا الجواب عندنا دي لسؤال 28. سؤال 29 which of the following parties is among the three lines of defense for effective management of risk and control in an organization. نفس القصة three line of defense. يلا customers, governance committee, risk management, bond rating agency. risk management في risk management ما هيا risk management اللي هي second line. إذن سي governance committee ما في، كاستمرز ما في، بند ريتنج ايجنسيز اللي هي ستاندرد اند بور اند فيتش والى اخره، مودي مؤسسات لتقييم البزنسز وتصنيفهم على 3 ايز ممتاز انه الناس تستثمر فيهم تشتري اوراقهم الماليه او حتى صارت تصنف الحكومات هذه المؤسسات الامريكيه انه الحكومه الفلانيه قادر، الدوله الفلانيه قادره على سداد ديونها ولا لا. اذا الجواب عندنا ريسك مانجمنت سي، معناته سي ل 29 هذه سي. نفس القصة بزنس انيبلينج فانكشن بروفايد ذا سكند لاين اوف ديفنس، هيها بزنس انيبلينج فانكشن هي ذا سكند لاين اوف ديفنس فور افكتيف مانجمنت، إدارة فاعلة لتحقيق الأهداف. اوف ريسك ها هيها ريسك مانجمنت اند كنترول، هيها control and risk. These functions support the entity through specialized skills and include various risk management and compliance. هيها compliance function and risk management functions. Additionally, these functions are typically responsible for ongoing monitoring of control and risk. إذن هي عبارة عن عملية مستمرة، هيها control and risk، هيها ongoing monitoring for control and risk اللي هي second line. زي ما قلنا بدك تحفظ، رتب اكتب دائما ذاكر فيها، لانه اكيد حيجي منها اسئله. اذا الجواب عندنا سي لسؤال 29.
سؤال 30: Which one of the following parties is among the three lines of defense for effective management of risk and control؟ يلا risk committee, operational management، هيها الoperational management، إذا الفيرست لاين. Senior management، ما في consultants، ما في، إذا B. الجواب B، ما بدها حكي، هذه B. Three lines of defense are operational management first line, business enabling functions second line, and internal auditors third line. زي ما شفناها هيها operational management first line هيها business enabling function هيها specialized skills مهارات معينة second line and internal auditors اللي هي third line. يعني نركز على قضية البزنس enabling function responsible for ongoing monitoring of control، بدهم يظلوا مستمرين في متابعه الكنترول يعني زي ما بسموها الريسك مانجمنت، يعني اداره المخاطر، تابع دائما، تتابع الاعمال، تتابع نظام الرقابه الداخليه، منفصلها عن الانترنال اوديتر. الانترنال اوديتر شغله ثاني، شمشمه، هذول لا بيظلوا يقولوا وين في خطر. اوكي، اذا الجواب عندنا بي لسؤال 30. سؤال 31: Which of the following parties are among the three lines of defense for effective، نفس الكلام، management risk and control in organization. Audit committee أكيد لا. Internal auditors أكيد صح، هيها internal auditors. Compliance هذا هي compliance. Board of directors لا. Senior management لا. External auditors لا، معناته internal 2 و3. وين 2 و3؟ معناته الجواب إيه؟ بس لو بتكون عارف تقدر تجاوب. 2 و3 معناته ايه؟ سؤال 31 ايه؟ هذه ايه؟ 3 lines of defense are operational management، هيها الاوبريشنال. First line business enabling function، هيها. Specialized skills زي ايش قلنا؟ الريسك مانجمنت والكومبلينس، الالتزام بالانظمه والقوانين، يعني اداره تتابع مدى الالتزام بالانظمه والقوانين، واداره تتابع مدى وجود في مخاطر مش عارفة عنها الشركة بتنبه لها أو الإدارات المختلفة. أوكي، second line internal auditors اللي هي third line. Internal auditors provide the third line of defense and compliance function provide the second line of defense for organization. إذا هذا ببين third line، وهذا اللي هو operational management first line، طبعا هو بذكر لك إياهم second line of defense و internal auditor provide the third line، هي third line of defense، and the compliance function provide the second line of defense. يعني معلومات مشان تعرف انه ما هي الجهات التي تستطيع ان تدافع عن الشركة مقابل اي خطر من اجل ضمان انه الشركة تحقق اهدافها. اذا الجواب عندنا A لسؤال 31. سؤال 32: Which of the following parties have roles or responsibilities in the internal control of an organization؟ ديروا بالكم هلا مش lines of defense، هلا roles. أي من الparties لديه دور، لديه دور أو مسؤولية في نظام الانترنال كنترول تبع الorganization. هلا انا جايب لك اياها. Parties have roles and or responsibilities in the internal of organization. Compensating committees internal parties. شو يعني؟ يعني لجان المكافأة اللي بتحط مكافآت للموظفين، اكيد لها علاقة. اللي بيحقق اهدافه، اللي بيحقق effectiveness تبعت الانترنال كنترول تبع ادارته، we will compensate him، بنعطيه. اوكي؟ Customers and suppliers. Customers and suppliers هذول عم ببلغوا الشركة، ترى فلان اجى علينا وبده فلوس، وفلان اجى علينا بده يشطب علينا دين مشان يعني نعطيه فلوس كذا، يعني شغلات عم ببلغوا مصادر معلومات. اوكي، اذا لهم ادوار في قضية الانترنال كنترول شغالة كويس. الكاستمرز اند سبلايرز هيها الاكسترنال بارتيز. امبلويز انترنال بارتيز ببلغوا الهوت لاينز. اوكي، ببلغوا المدير العام انه ترى في خلل بالمكان الفلاني. ريجوليترز، وين في ريجوليترز؟ هيها خارجيه ريجوليترز. سينيور مانجمنت، هيها سينيور مانجمنت داخلي انترنال بارتيز.
outsource IT function، هيا outsource IT function، إذا في داخلي وفي خارجي وطلع كلهن يعتبروا لهم أدوار ومسؤوليات في عملية إنه الانترنال كنترول تبع الأورجنايزيشن. أوكي؟ ما أدري هاي ليش أنا جايبها. الفيرست لاين هذه ما لهاش علاقة، خلينا نشيلها. إذا الجواب عندنا كلهم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، وهيهم قدامنا. إذا الجواب عندنا دي لسؤال 32، هاي دي. أوكي؟ Both internal parties including compensation committee، هيها. Committee. Employees، هيها. And senior management، هيها. هذول internal. And external parties، هيها. Customers. Suppliers, regulators, and outsourced IT function. شو يعني ناس مسؤولين عن تنفيذ الانفورميشن تكنولوجي مستوردين من برا، بمعنى ما عندناش قدرة بالشركة انه نعمل انفورميشن تكنولوجي، بنجيب ناس يتابعونا ويشتغلوا معانا، بنعطيهم جزء بدل ما يكون عندنا إدارة منفصلة. اوكي، لازم يبلغوا، لازم يخبروا، مسؤولين عن هالموضوع. Have roles or responsibilities، مش حتى and or responsible، لهم أدوار أو مسؤوليات in the internal control of an organization. حلو، إذا الجواب عندنا دي لسؤال 32. Which of the following parties is the first line of defense of organization؟ هاي ال first line of defense، نفس السؤال اللي قبل شوي كنا فيه. Okay. First line operational management، هيا first line بس. إذن C، هذه C. The three lines of defense are operational management، first line. Business enabling functions، second line. And internal auditors، third line. إذا الجواب 33 سي. خلصنا هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.